السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاب أشكر الجميع اللي تفاعلوا معانا، الجميع اللي فعلا التزموا على الكورس، والجميع اللي فعلا بدأوا يسجلوا معانا في الكورس على اليوتيوب. ولكن قبل هذا كله حاب أشكر ثلاثة منظمات، يعني هذا تقريبا كان السبب الرئيسي يعني لإتمام وتحقيق هذا الحلم، إنه يصبح إنه نبدأ في هذا الكورس. حاب أشكر جامعة الملك عبد العزيز، حاب أشكر جامعة أم القرى، وحاب أشكر المعهد المهني والتدريب الفني في جدة. وبالاخص حاب اشكر الدكتوره شذا، وحاب اشكر الاستاذ عبد الله الصويقري، وحاب اشكر الدكتور محمد الحمدان. يعطيكم الف عافيه وشكرا على دعمكم، وشكرا على المكالمات والرسائل اللي ارسلتوا لي اياها، ويعطيكم العافيه انكم انتم خليتوا هذا الحلم حقيقه، اللي هو ايش، نجعل كورس او نعمل كورس للعالم العربي كله انهم يستفيدوا منه، يكون مرجع للاساليب بشكل اشمل. اوكي، طيب، بالاضافه لذلك، بالإضافة إلى كل الشكر كل الأشياء هذه، حاب صراحة أتكلم على حاجة جدا مهمة. أبغاكم بس اللهم تفكروا في لحظة واحدة بس، إيش الشيء المشترك بين ستيف جوب، بيل غيتس، إيلون ماسك؟ إيش الشيء المشترك بينهم الثلاثة كلهم؟ الشيء المشترك الثلاثة بينهم كلهم إنه هم حلم كبير جدا، واشتغلوا عليه تقريبا طول الوقت على بال علشان إيش يحققوه، حلم كبير. أوكي، ولكن كل الثلاثة في ناس كثير بيحبوهم، أهلهم، أصحابهم، والناس اللي تعرفهم جو يقولوا لهم خلاص يا أخي هذا موضوع غير منطقي، يا أخي عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة. في ناس كثير جو قالوا لهم القناعة كنز لا تفنى، ولكن هم استمروا وأصروا لما وصلوا أهدافهم. عشان كذا أنا دائما وأبدا كل ما أبدأ أي كورس، ابدا مع المستشارين او ابدا مع الطلاب اللي معايا، اقول لهم ايش اكبر حلم تبغى توصل له. اوكي، واكتب حلمك اكبر حلم تبغى توصل له، واكتب حلمك. اوكي، واحبرك، كل واحد تعرفه وكل واحد بيحبك بيجي بيقول لك ترى هذا غير منطقي، القناعه كنز لا تفنى، لا خليك حرام، ارحم نفسك. اوكي، انا بحذركم من الان، علشان كذا اتمنى انكم تكونوا معايا في نفس الصفحه، واتمنى انكم تحت تكتبوا لي ايش اكبر احلامكم، ايش اكبر حلم تبغى توصل له. اوكي، الهدف من الكورس هذا انه نخلي كل واحد بيشوف الكورس هذا بيتبع الكورس من البدايه للنهايه انه يصبح مستشار في الاس اي بي. اوكي، يصبح مستشار في الاس اي بي، يقدر يشتغل في اي مكان في العالم بغض النظر عن خبراتك السابقه، بغض النظر عن منصبك الحالي، بغض النظر عن منصبك التعليمي او خبرتك التعليميه او العمليه. اوكي، هذا هو الهدف. ولكن انا ما ابغى اتكلم مع الناس اللي ايش يقول لك انا بس اللهم ابغى بس نبذه، تبغى بس اللهم مقدمه. اوكي، في كورس اخر اللي هو مقدمه الاسابيع بالعربي، عملت لكم اياه تقريبا 3-4 ساعات إلى 5 ساعات بيشرح لك كل حاجه على اسابيع اذا كان تبغى مقدمه. هذا الكورس جدا سيريس، هذا الكورس جدا جدي، ابغى اتكلم معاك انت يا شخص، اذا انت فعلا عندك التزام انك انت تبدا الكورس من البدايه للنهايه. الكورس عباره عن يكون تقريبا شهرين، راح نتكلم على المواضيع اللي راح نغطيها في الكورس في الفيديو الجاي. ولكن قبل ما ابدا حاب اشوف صراحه اكبر احلامكم، اكتب لي اكبر احلامكم في الاسفل، وحاب اشكر الجميع اللي فعلا التزموا معانا واللي لسه ما زالوا مصرين انهم ياخذوا الكورس، انا راح اكون معاكم للنهايه طالما ما انتم فعلا متفاعلين معايا. هذا هو كان الشرط الوحيد اللي هو التفاعل معايا الاخير، عشان الكورس هذا تقريبا لمده شهرين وراح ياخذ وقت جدا طويل، ولكن الناس اللي عندها اصرار وعزيمه والتفاعل حتوصل. اوكي، there's no question about it، من غير اي استثناء حتوصل. اوكي، اتمنى لكم التوفيق، واشوفكم في فيديو جاي راح نبدا فيه عن بدايه الكورس، راح نبدا نتكلم فيها عن الميكانيكيه حقت الكورس. يعطيكم العافية مرة أخرى، أخوكم أحمد المولد، السلام عليكم.